نبداو ان شاء الله ياك الشباب. وي وي انا بارطاجي و بدي بس فوالا. السلام عليكم ورحمه الله. كنبغي نشكر اي واحد كيف ديما كنبغي نشكر اي واحد جا يعني كيتفرج فينا، فالا دار هذا الشيء كيدل على الفضل ديال الله عز وجل هو الاول. وثاني حاجه يعني كتيقوا في واحد الكونتوني اللي كنحاولوا نبارطاجيه سواء انا سواء سي عبد العالي سواء اي واحد معنا هنايا. فوالا اليوم غيكون شويه سبيسيال لانه معايا ضيوف جداد اللي تبارك الله عليهم، نحاولوا نستافدوا منهم ان شاء الله لو ماكسيموم اليوم. دي زالجيريان، كاين السي مسعود والسي امقران اللي شويه عندهم يعني العربيه ما يعني العربيه شويه ثقيله، مي ان شاء الله يحاولوا يوصلوا لنا الفكره بالعربيه. ويعني الا شفتهم كيدخلوا الفرنسي راه المشكل لانه ما عندهمش العربيه مزيانه. فوالا غير باش نبداو بها باش ما يقولش شي واحد علاش بالضبط كيدخلوا الفرنسي، فما كيدخلوش الفرنسي لانه يعني غيدخلوا الفرنسي بزاف لانه ربما العربيه تلف ليهم ولا. السي عبد العالي تبارك الله يعني كيهضر العربيه مزيان دونك ما غاديش نلقاو مشكل ان شاء الله معاه. فوالا كنبغي نشكر بعدا يعني ماشي الضيوف بل هما اللي انفيتاوني، انا الضيف عندهم هما اللي اقترحوا الفكره، هما اللي داروا كل شيء، انا الضيف ديالهم يعني انا جيست بارطاجيت هنا باش ان شاء الله تكون الاستفاده كبيره. كنبغي نشكر السي عبد العالي اللي فريمون اكتيف وكيدير واحد يعني واحد ليفور كبير كنستافد منه انا شخصيا. السي مقران حتى هو اللي ما يعني ما كيبخلش علينا بالمعلومات ديالو. والسي مسعود اللي تا هو تبارك الله عليه من الناس اللي يعني ضابطين الدومين. فوالا نحاول يعني كيف ديما نعرفوا بروسنا يعني اي واحد يعني باش يعرف فمن كيتفرج ولا من باب يعني من عندنا تاخذ المعلومه ماشي من باب التكبر ولا التبجح. فوالا معكم عبد الله الضعيف ياسين الدرويش، سينيور دوت نت ديفلوبر و ام في بي مايكروسوفت كاتيجوري ديفلوبر تكنولوجي. فوالا اي اوسي ممبر افيك لاسوسياسيون ام اس سي اس يعني اللي كتورغانيزي لي كومبيتيسيون ديال البروغراماسيون اللي كيداروا في المغرب، اللي كنبغي نشكرهم واحد واحد على مؤخرا يعني على يعني على واحد لي فور اللي كيديروا سيرتو سي ديا ايتترا. اوسي يعني يوتيوبر يعني عندي واحد تيتشان في اليوتيوب يعني فيها دي فيديو في اليوتيوب على الدوت نت. فوالا هذا هو ياسين الدرويش باختصار، ونخلي الكلمه للسي عبد العالي زكيري والشباب الاخرين اللي بغيت فيكم يتقدموا هو الاول. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يا خويا نشكرك بزاف كما نقولوا لاخونا ياسين على الاستضافه، انت اللي راك مضيفنا في القناه تاعك وفي لاباج تاعك. احنا ديما كما كعارف ديما نبارطاجيو الحاجه اللي نتعلموها كل نتقاسموها مع بعض، ما كان بدون لا تكبر بدون ولا شيء، انا كلنا طلاب علم كما نقولوا كلنا طلاب علم. اوكي عبد العالي زكريا مبرمج من حوالي 2000 سنه 2000 الى حد الان. عملت عده شركات و ام في بي في مايكروسوفت و ام في بي امباركاديرو، لكن مقصر فيه من ناحيه الدل في لذلك يعني لاني مركز على سي شارب وخاصه مع الكلاود، فاني مقصر شويه في الدل في، فيسمحوا لنا جماعه الدل في. ف ان شاء الله اليوم كما نديروا مقارنه ما بين الفورم وركات الكل تاع الدوت نت لانشاء تطبيقات الويب اللي كانت فيها عندي خبره يعني في الويب فورم لمده سنين، يعني ويب فورم حوالي 5 سنين في الويب فورم. الان في سي ما كانش عندي خبره كبيره، حوالي 6 اشهر فقط. بعد ذلك رحت للريس اب اي اي سيستم باك اند فرونت اند، ومن بعد انجولار، ومن بعد رحت للرازور بيج كي جيت الكروس لوج وين يعمل اخويا مقران. خدمت اول تطبيق درتو برازور بيج وين حوالي 4 اشهر وين تعلمت فيه رازور بيج. داير خبره تاعي ليميتي في الرازور بيج، اللي جديك نحاول ان شاء الله نعطيكم الشيء اللي نعرفه في رازور بيج. وبعد ذلك بلازور يعني الحمد لله لحد الان راني في مع بلازور ونشوف فيه يعني تقنيه واعده، يعني الشركات كل اللي كانوا يخدموا بالانجولار يعني مش كل يعني اللي نعرف فيهم اشخاص كانوا يخدموا بالانجولار راني نشوفهم يتحولوا في بلازور، واصدقاء كثير يعني اللي كانوا يخدموا بلان في سي ثاني يعني يتحولوا بلازور، يعني فعلا فيه مستقبل واعد. هذا باختصار طويل. متشرفين بك السي عبد العالي وشكرا بزاف فريمون كنقولها من يعني من القلب، شكرا بزاف على داكشي اللي كدير في اليوتيوب ولاباج ديالك اللي كنبغي يعني نقول اي واحد يتابعك لانه غيستافد منك ان شاء الله. فوالا نبداو ان شاء الله ننتقلوا للسي امقران ولا السي مسعود. وي بون السلام عليكم، ميرسي بوكو عبد العالي ياسين بالاستضافه تاعكم. Donc, un développeur full stack senior
عندي بري 8 سنوات من الديفلوبمون لوجيسيال وعندي بري 4 ans dans le développement d'applications web. Donc انا نخدم actuellement بلي تكنولوجي دوت نت avec Blazor. دونك نحاول à peu près نعطي mon avis في Blazor ونفهم باختصار كيفاش نديماريو ان بروجي واش الفرق بين Blazor سيرفر و Blazor ويب اسامبلي. دونك نتمنى نستفيد المشاهدين. ميرسي. بارك الله فيك السي أمقران، الله يبارك فيك وشكرا على يعني على لاكسيبتاسيون ديال لانفيتاسيون، شكرا بزاف والله. نشوفوا السي مسعودي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخوكم مسعود، مهندس برمجيات 15 سنه خبره في الميدان. بديت بالدلفي، بعد مرورا بالاسبي دوت نت سي شارب، ابخي درت الام في سي، درت خدمت بالانجولار جي اس، حاليا جي كويري والانجولار. فوالا يعني من كل بستان زهره كما يقول. هذه هي، بارك الله فيك. ما شاء الله، واخا تعطينا السي مسعود اليوم غير شي زهره استفدتوا من هذا هو الربح. انت ونشموها. متشرفين بك السي مسعود، تبارك الله 15 سنه مازال ما وصلتش، مازال تا ما كنتعلموا منكم ان شاء الله ونوليو بحالكم ولا فوالا. باختصار باش ما نطولوش على الساده المشاهدين والسادات، يعني كنبغي نشكرهم بعدا بزاف، لانه فريمون يعني كيف نشوف لي كومونتير ديال الناس ونشوف يعني كيفاش كيتعاملوا معايا، فيندل هذا الشيء كيدل على يعني الفضل ديال الله عز وجل عليا وهذا. وكنبغي نشكرهم بزاف، يعني ديما كنقولها كنبغي نشكرهم، لانه الناس ملي كتجي كتبغي تاخذ من عندك المعلومه، ماشي حيتاش انت واعر بزاف، ولكن لانه كيبان بانه عندك شي حوايج كياخذوهم من عندك ونستافدوا منهم حتى هما. يعني لي كيستيون، واحد كيعطيك شي كيستيون وما كتفهموش، فبطبيعه الحال كتمشي تقلب عليه، فهذه بحد ذاتها يعني واحد يعني كتستافد منهم اوتوماتيكمون. فوالا باختصار اليوم ان شاء الله اللايف غيكون شويه مبدل، ما غاديش يكون غير لايف، بل غادي يكون شويه ديال يعني غيكون تيوريك وغيكون وركشوب، يعني كل واحد غادي براتيكي داكشي اللي كيدير. جو سي با واش اللي يعني السي امقران والسي مسعود ان شاء الله واش هي براتيكيو، المهم السي عبد العالي غادي براتيكي ان شاء الله. فوالا غادي نحاولوا نهضروا على اربعه الحاجات ان شاء الله. بعدا اول حاجه نهضروا على الدوت نت اون جينيرال، ثاني حاجه نهضروا على لي ديفيرونس ما بين يعني شنو هو الديفيرونس بتوين يعني بين الويب فورم، ما بين الويب فورم والان في سي والرازور وعاد البلازور ان شاء الله. غادي نحاولوا نشوفوا امتى خرج البلازور، امتى خرج الان في سي، امتى خرج الويب فورم، امتى خرج الرازور، وسيرتو يعني الناس اللي يعني الناس ما كتفرقش، لان بزاف على الناس هاد يعني هاد اللايف هذا كنبغي نشكر السي عبد العالي بزاف، لانه هو مول الفكره، لانه كاين بزاف تاع الناس مازال ما كيفرقوش ما بين الدوت نت والدوت نت كور، ما بين الاي اس بي دوت نت والدوت نت، ما بين الام في سي والاي اس بي دوت نت، ما بين الاي اس بي دوت نت والرازور، ما بين الرازور والبلازور. زعما يعني كنشوف بزاف ديال يعني بزاف ديال الاسماء اللي فريمو انا لو كنت ديبيطو ما غاديش نفهمهم، وفريمو ملي كنت ديبيطو ما كنتش كنفهمهم، وكنت كنتمنى يعني شي واحد يجي يشرح ليا. خاصة ياسين يحاولوا يغيروا العمل من ميسيون ولا حاجه، وهو كان سنين يخدم في الان في سي، وبعد تقول له انت مثلا عندك 20% بلازور ولا 30% في النوفوتي بلازور، بصح لونسيان تاعنا ماهوش ان في سي راه ويب فورم. هذاك السيد يخاف، فهمني، يخاف يقول لك بورتون سي انتيريسون، ربما اكبونطاو له سالير، ربما وفيها النوفيل تيكنو، خاطر عاد يخدم يقول 20% ولا 30% على النوفيل تيكنو بلازور، فهمني، يخاف يقول لك انا ما خدمتش بالويب فورم هي 60% وكذا، بورتون سي والله غير كلش يتشابه، يعني ما فقط يعود عارف كيفاش الطريق من بعد كلش، راه سي شارب يعني الاساس هو سي شارب والاس بي اكس. فوالا اكزاكتوم هذه القضيه ديال سي شارب، باش نحاول ننبه فيها في الاول ديال اللايف باش ان شاء الله ما تمشيش ليا المعلومه. بزاف تاع الناس كيبغي ينطلق من التكنولوجي باش يمشي يوصل بالزربه، ديما كننطلقوا باللونغاج، كنفهم اللونغاج مزيان، وابخي اي حاجه كتجي من ورا